الخير كابتن اسامه تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات استاد الاشبال وقمه مباريات الاسبوع الخامس من دوري الجمهوريه مواليد 2001 مباراه الاهلي والاسماعيلي يمكن الاجواء هنا اكثر من رائعه درجه الحراره مناسبه جدا يمكن الجو كويس ما فيهوش هواء اعتقد كمان مع عرضيه الملعب هتكون الاجواء مهيئه ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه كبيره تليق باسم الفريقين يمكن كمان كابتن اسامه اجواء ان مباراه الاهلي والاسماعيلي وفوز نادي الاهلي الفريق الاول باربعه اهداف مقابل لا شيء وكمان فوز 2006 بالامس على فريق نادي الاسماعيلي 3 2 يعني موجوده بشده هنا النهارده يمكن كلامك من بدايه الاجواء يمكن مقابله الجهازين اكثر من رائعه كابتن عطف عبد العزيز اول ما وصل هنا المدير الفني نادي الاسماعيلي اول ما وصل الأهل هنا في مدينه نصر دور بالفعل على كابتن عمرو انور ويمكن كان لقاء ودي جدا ما بين الجهازين واللاعبين دي العلاقات اللي دايما بيسون ما بين النادي الاهلي وكل الانديه المصريه يمكن كمان نادي الاسماعيلي النهارده بيستفيد من اللائحه المنظمه للمسابقه ان يبقى فيه خمس لاعبين موجودين فوق السن ثلاثه 99 وفي لاعبين من الفريق الاول او مواليد 97 فده اللي باين في تشكيل جدا النادي الاسماعيلي الخمسه موجودين النهارده، النادي الاهلي يمكن استعان بخدمات محمد محمود نجم الفريق الاول بالنادي الاهلي، يعني خلينا اقول لك تشكيل الفريقين يا كابتن اسامه، النادي الاهلي بيبدا بمحمد اشرف كوتو، احمد نبيل كوكا، محمد سلامه، هاني عمرو حسنين، جلال فارس، اربعه في خط الظهر، اثنين ارتكاز، احمد اشرف، محمد فخري، قدامهم احمد غريب في الشمال، محمد محمود تحت راس الحربه، زياد طارق، ومحمد ياسر مهاجم وحيد. على الجانب الاخر يمكن النادي الاسماعيلي بدل باحمد مصطفى حراسه المرمى باك يمين محسن الحجف عبد الله محمد محمد طاهر اثنين مساكين محمود البدري اه 29 ودوت من مواليد 99 واحد اللاعبين اللي شاركوا مع الاسماعيلي من موسمين في الفريق الاول كمان في الارتكاز عبد الله السعيد احمد ايمن مواليد 97 من لاعبي الفريق الاول وامامهم مصطفى فارس ديفندر ثالث مواليد 97 وعلى اليمين نادر فرج ومحمود <applause> الناس اللي اتفرجت من كابتن اسامه مواليد 2000 وفي الهجوم مروان شوقي دوت مواليد 2000 برضه مهاجم وحيد وكان احد اللاعبين السابقين بقطاع الناشئين هنا بالنادي الاهلي زي ما تحرك الاجواء اكثر من رائع يمكن النادي الاهلي مستعد بشكل اكثر من رائع بعد المباراه الاخيره امام المقاولون يمكن ما كانش فيه توفيق شويه في المباراه خاصه في القرارات التحكيميه والمباراه خلصت بالتعادل 1-1 واحد واحد لكن ان شاء الله النهارده الفريق يستعيد نغمه الانتصارات يمكن الفريق عنده 10 نقط من اربع مباريات الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراه واحده امام مقاولون ان شاء الله يستعيد <applause> نغمه الانتصارات النهارده ويرجع ثاني ويزاحم طلاع الجيش على المقدمه على الجانب النادي الاخر النادي الاسماعيلي يمكن اخر مباراه فاز على الاتحاد السكندري في اخر دقائق المباراه برضه يستعد اكثر من راه اتكلمنا مع كابتن عاطف عبد العزيز المدير الفني للفريق قال طبعا احنا عارفين حجم مباراه النادي الاهلي وعاملين حسابها واستعدينا بشكل كبير ويمكن ده بان في التشكيله كابتن اسامه وان هو يعني مستعين بخمس لاعبين فوق السن النهارده عشان يكونوا موجودين في مباراه كبيره امام النادي الاهلي كل الاجواء هنا تبشر ان شاء الله ان احنا هنشوف مباراه كبيره وان شاء الله تستمر سلسله انتصارات الفريق النادي الاهلي من الفريق الاول لفريق 2006 والنهارده ان شاء الله فريق 2001 فريق الشباب ان شاء الله نتمنى متعه وفوز النادي الاهلي ويبقى النادي الاهلي الاهل دايما في المقدمه كلمه ليك اسامه شكرا جزيلا